السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أحمد حمدي من قناة ايجيبت كارز. طبعا انتم مستغربين ان انا ببدأ الفيديو باللقطة دي، وهتستغربوا اكتر لما تعرفوا ان دي عربية شيري تيجو بس الشكل الجديد، اسمها شيري تيجو 8. العربية دي انا بجربها بالصين في حالة موجودة بالصين يعني، والشركة طبعا دعتني ان انا اجرب العربية في الحلبة. العربية طبعا من تجربتي ممتازة، وانا قصد الكلمة دي لان انا جربت عربيات كتيرة بالحلبة هنا، وجربت عربيات قبل كده وانتوا شفتوا الفيديوهات وعارفين يعني. فانا بتكلم عن تجربة. العربية مختلفة طبعا عن شيري تيجو اللي احنا عارفينها. ممكن برضو نشغل العربية. الاعدادات طبعا هنا ديجيتال بالكامل، وفي شاشة هنا تاتش. طبعا يعني العربية بتقدم مستوى غير مسبوق من الفخامة. طبعا انتم مستغربين بقول الكلام ده على عربية صيني، عربية شيري تيجو. انسوا العربية اللي فاتت دي خالص، دي عربية تانية خالص. الصينيين تقدموا بشكل رهيب جدا بصراحة. انا شفت العربية دي بالمعرض، معرض شنغدو اوتو شو 2018 بالصين هنا، واختبرتها تاني في الحلبة دي. التكييف كان ممتاز. العربية طبعا فيها كل حاجة، انا مش هتكلم عن مواصفات. كراسي جلد كهربا، سقف البانوراما. بالمناسبة العربية ديت فيها كاميرات 360. الجميل في العربية دي الأداء بتاعها كان كويس جدا، وده على غير العادة، خصوصا ان المحرك بتاعها تربو. طبعا التربو ده يعني أداء كويس، بس بيبقى في المقابل فيه لاج شوية في التربو. اللاج هنا كان قليل جدا، محسيتش بيه قوي. الفتيس كان متجاوب مع العربية، الفتيس كان كويس جدا. التسارع بتاعها أبهرني بصراحة. طبعا انا مشغل التكييف. العربيات هنا كلها التكييف بتاعها كان كويس، الصينيين تقدموا جدا في موضوع التكييف ده، بس العربية دي التكييف بتاعها بصراحة كان يعتبر احسن حاجة. ده شكل المفتاح، وده طبعا المسند. طبعا مش هعمل استعراض تفصيلي لان الوقت قليل، في عربيات كتيرة لسه هجربها. بس بشكل عام الاسلوب هنا مختلف تماما عن المعتاد. طبعا الشاشة هنا طبعا كل حاجة بالصيني، يعني انا مش هعمل استعراض للنظام بتاع العربية، واتمنى طبعا تنزل مصر بالمواصفات دي. طبعا كل حاجة هنا بالصيني، اتمنى ان هي تنزل مصر بالمواصفات الامان ومواصفات الكماليات اللي موجودة فيها دلوقتي، ما يقللوش منها حاجة. العربية من تجربتي بتقدم يعني تجربة سواقة كويسة. العربية بتقدم تجربة سواقة حلوة جدا. وماركة شيري فيها ميزة برضو عن الماركات التانية الصينية، ان هي ليها سوق وفي وكيل كويس. فطبعا العربية دي لو نزلت مصر، خصوصا ان اغلب المشترين دلوقتي بيتجهوا لعربيات الكروس اوفر العاليه، وانا من تجربتي العربيات الكروس اوفر الصينيه بالذات ثباتها كان كويس جدا. يعني انا جربت عربيات سيدان وعربيات كروس اوفر، العربيه بتقدم تجربه سواقه كويسه جدا بصراحه. ما حسيتش ان فيها اهتزازات في المنحنيات وكده، الثبات كان كويس رغم انها عربيه عاليه عن الارض. الأداء كويس، الثبات كان كويس، التسارع كان كويس جدا. هما بيحاولوا يقربوا من العربية الكاملة، يعني يقدموا عربية فيها كل حاجة وفي نفس الوقت جودة كويسة جدا، ودي كانت الحاجة الوحيدة اللي ناقصاهم من وجهة نظري. أنا مش عارف أقول إيه، يعني بصراحة العربية ممتازة.
طبعا كل حاجة هنا جلد. المبهر كمان الديزاين بتاع العربية، التصميم الداخلي مميز جدا. هصور لكم العربية برضو من بره. فأتمنى إن هي تنزل مصر بالمواصفات دي وبسعر كويس جدا، هتكون منافس قوي جدا جدا وهتحقق مبيعات كويسة جدا إن شاء الله. كان معكم أحمد حمدي من قناة إيجيبت كارز، وشكرا.哎，那咱把东西都这个说了，我说多少时候我都。